اهلا وسهلا بكم مره تانية. احيانا بحس ان احنا في مصر بناخد علاج لمرض مش عندنا، او يعني مثلا واحد عنده مثلا مرض في الكلى بس بيجبس ايده، واحد عنده حاجه في المخ بس رايح لدكتور مثلا بتاع الانف والاذن والحنجره. عندنا مشكله ان احنا ساعات مش عارفين العلاج فين. يعني احنا عندنا بطاله ولا لا؟ المستثمرين اللي كانوا مع زميلي العزيز استاذ محمد علي خير كانوا بيشكوا ان المصانع بتقفل من قله العماله، واللي بيتصل بيشكو من كتر البطاله، وقيس على كده مشاكل كتير. خلينا بقى ندخل في الموضوع شويه ونحاول نوصل لطبيعه المرض. طبيعه المرض النهارده هنشوفه بس في الفقره بتاعتنا من الاخر. من الاخر. مفيش تقدم من غير انتاج، ومفيش انتاج من غير تعليم فني. تعليم يوفر لنا خريجين عندهم مهارات وخبرات. عندنا نقص شديد جدا جدا في الايدي العامله المهرة. طيب اخبار التعليم الفني عندنا ايه؟ وليه ما بقاش عندنا كوادر فنيه وعماله مهرة كده زي الاسطوات الحلوين بتوع زمان؟ هل تفتكروا لو رحنا مدرسه فنيه هنلاقي الطلبه في المعامل بيتدربوا، ولا هنلاقي نصهم مزوغ او المدرس بعته يجيب له علبه سجاير؟ مشكله ان الطالب اللي في التعليم الفني اساسا حاسس انه متعاقب. هو من ساعه ما جابش في الاعداديه المجموع بتاع الثانوي العام قال يعني خلاص المجموع هيدخله الجنه، وهو حاسس ان هو في حاله يعني ايه بيتقدم. لكن لما نلاقي تعليم فني بجد ومناسب لسوق العمل اكيد ساعتها يحس انه اختار صح، وان التعليم الفني مش عيب ابدا. لا انا مش مكسوفه، هي مدرسه زي بقيه المدارس يعني. هي الناس بتقعد تقول الصنايع مش كويسه، لا بس هم ما دخلوش ولا جربوا ولا شافوا، بس هي مش وحشه، كويسه جدا. انا اصلا مجموعي كان يجيب ثانوي عام بس انا ما دخلتش، يعني حاسه ان ثانوي عام اصلا يعني مذاكره وتعب، بس انا حبيت ده عشان قسم الزخرفه. انا اصلا بعرف ارسم وموهوبه هنا، فما دخلتها ان شاء الله اتفوق فيها واخش جامعه منها. لا انا حابه مجالي وداخله عشان خاطر ازود من منتجات بلدي، لاني ما فيش كله بيخش ثانويه عامه وبيقول ايه الصنايع دي. انا بيكونوا كانوا هنا ودخلوا وعنهم كانوا داخلين ثانوي عام، بس هم ما حبوش الثانويه عامه، حبوا القسم دوت معاده عشان بيعملوا اشغال جميله وحاجات حلوه، وكمان كلهم بيشتغلوا بره بعد ما يعملوا بره المدرسه، بيعملوا لمعوا الكلام ده، والانتاج بتاعتهم بياخدوا 50 وفي 40 الكلام ده. انا لما بس انا حد بيجي يسالني انت في صنايع اقول له انا في صنايع، يعني فيها ايه؟ انا عارفه ان انا مستقبلي يعني هيبقى حلو باذن الله، يمكن ربنا يكرمني وادخل كليه هندسه. برضه هي شايفه ان مستقبلها ان ربنا يكرمها انها تدخل كليه هندسه. مفيش فايده التعليم الجامعي مسيطر عليها يعني. ولكن حق يتقال، كتير من مجتمعنا بيشوف الطالب ده كانه عار، يعني ما يستحقش مكانه مرموقه في المجتمع. وفي الوقت اللي ناس كتير بتعتبر التعليم الفني في مصر عقاب، دول كتير جدا اتغيرت مساراتها الاقتصاديه والتنمويه تماما لما اهتمت بالتعليم الفني. شوفوا مثلا نظام التعليم في المانيا، 60% من التعليم الالماني فني. بس تعليم ايه بقى؟ بيجمع بين الدراسة الأكاديمية والتعليم المهني بالتدريب في الشركات نفسها. تلاقي الموظف في ألمانيا دول بيتحدد الراتب بتاعه حسب مهاراته مش حسب شهاداته. مش ألمانيا بس كمان، ده في تجارب ناجحة في التعليم الفني كتير جدا. أمريكا بيتم فيها اكتشاف مواهب الولاد الطلاب ذوي التوجه المهني في المرحلة الابتدائية، وعندهم برامج رائعة للتعليم الصناعي. وفي ناس عندنا على فكرة سافروا بعثات ودرسوا التجارب دي وشافوها كويس. هي الفكرة كلها بدأت إن في منظمة تعاون دولي اسمها الجايكا بتقدم منح لمصر، من ضمن المنح ديت منح مخصصة لوزارة التربية والتعليم، ليها عدة برامج متعددة، برامج خاصة بإعداد المعلم، برامج خاصة بإعداد مدير المدارس، برامج خاصة بتطوير المناهج. الكورس أو البعثة اللي أنا كنت مرشحة فيها هي كانت خاصة بتكنولوجيا التعليم الصناعي عامة لجميع التخصصات التقنية. الهدف منها إن احنا بنزور اليابان وبنشوف تجربتها في التعليم، زي ان هي كانت دولة قامت من حرب ومن دمار شامل وقدرت تستغل القوة البشرية اللي هي تمتلكها في الدنيا في ان هي تقدر تقوم الصناعة بتاعتها وتبدأ تنافس ألمانيا في عملية الصناعة، وفي نفس الوقت تنافس التجربة الأمريكية في عملية التعليمية. اللي بيزعلني ان احنا كنا رواد التجربة دي اصلا من ايام محمد علي. محمد علي عمل اول مدرسة فنية في تاريخ التعليم الحديث في مصر كلها سنة 1830، يعني من 186 سنة. ده غير المصانع اللي كانت أياميها عبارة عن مدرسة صناعية كبيرة في وقتها. لكن بقى لو نظرنا لخريج التعليم الفني في الوقت الحالي بنظرة اقتصادية وعلمية، هتكتشف إن للأسف لا يصلح معظمهم للعمل في صناعات حديثة مرتبطة بمعارف ومهارات، يعني ولا درسوها ولا اتدربوا عليها. كل ده راجع لمشاكل كتير جدا. ضعف إمكانيات مثلا المدرسين، بعض المدرسين في منهم كويسين جدا وفي لأ.
ضعف ميزانية التعليم الفني نفسها مقارنة بالتعليم العام. المركزية في القرارات اللي بتنظم العملية التعليمية، بمعنى هنقف عند الحتة دي، لازم المدرسة الفنية تبقى لايقة على البيئة اللي هي فيها. يعني لما اجي اعمل مثلا مدرسة زراعية فنية، ما اروحش اعملها هناك في التجمع الخامس، انا اروح اعملها في مزارع. لما اعمل مثلا مدرسة عن مثلا الثروة السمكية، اروح اعملها في كفر الشيخ، ما اروحش اعملها في مارينا. فالمشكلة ان في حاجات يعني مدارس غير متلائمة مع طبيعة العمل، ولا داخل مدارس ولا حواليها في المحافظات. عدد الطلاب ساعات بيبقى كتير جدا على المدارس، أجهزة ومعدات موجودة في المعامل والورش من أيام خوف وخفرع، وممكن أغلبها بيبقى عطلان من الركنة. ده غير إن الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل بتزيد مع الوقت. منظومة المنهج مشكلتها مش مربوطة بسوق العمل، مفيش تنسيق وتكامل بين قطاع التعليم الفني بالوزارة مثلا والوزارات المعنية اللي هي ليها صلة. يعني وزارة الصناعة مثلا لازم تبقى على اتصال دائم بوزارة التعليم الفني. التعليم الفني ده بداية التقدم، مفيش حل غيره، لازم يبقى نقطة من أول السطر. لازم نفكر نطور المدارس. فين الدومبوسكو زمان؟ فين مشروع مبارك كول؟ ما تيجي نعمل حاجات زي دي تاني. تعالوا ننقل الخبرة الألمانية اللي جت في مبارك كول للتعليم الفني في مصر كلها. ده لو عايزين بجد نبقى زي ألمانيا. احنا دايما بنستدعي من ألمانيا وبنستدعي من اليابان ومن دول الصناعية الكبرى خبراء. انا ما سمعتش ان في مره استدعوا خبراء في الطب ولا في القانون ولا خبراء في علم النفس، دايما نستدعي خبراء في الصناعه. قال لا، طب يعني احنا عندنا هنا عارفين ان الدول دي متقدمه عننا صناعيا وان سبب النهضه بتاعتهم الصناعه، طب ازاي احنا ما نهتمش بيها؟ يعني ده هو قالب بيه تقدم. يعني فكره الخواجه، ان ازاي انا ادخل ابني صنايع، اللفظ نفسه مش جميل، لكن بقى مع عصر التكنولوجيا والتطوير الفكري أصبح التعليم الفني دلوقتي هو الهدف الأساسي للتعليم. الدولة عايزة متجهة للإنتاج التعليم الفني عشان الإنتاج والسرعة وتصدير وإلى آخره. فطبعا حضرتك لو حضرتك شفت فوق هتلاقي إني برضه قلت لحضرتك قبل كده إن إحنا عندنا بنطلع منتج كويس جدا وبسعر أحسن من سعر السوق. لو بصيت للتعليم الفني هتلاقي هو الأهم. ليه؟ لأن إحنا بنطلع طلبة في ايدها صنعة، فدي تخدم البلد اكتر. لكن وبعدين بيخشوا جامعات مؤهلين لجامعات برضو، يعني زي يوم زي الثانوي العام، في تكملة زي يوم زي الثانوي العام. احنا بنشوف وبنحزن قوي لما بنشوف ان الطالب بعد ما بيخلص وبيتعب وبيحارب علشان يجيب مجموع، بنلاقي التنسيق طلع وفجأة مرحلة اولى، شوية مرحلة تانية، مرحلة ثالثة. طب يعني ممكن يعملوا مرحلة 20 مفيش مشكلة خالص، لغاية ما يبقى فيه خلاص يعني عايزين مكان لكرسي أو اتنين ياخدوا من الصنايع، علشان عيب قوي إن هم يدخلوا كلياتنا طالب صنايع، مع إن يعني وفي الآخر لما بيخشوا بيلاقوا طالب الصنايع بيبرز أكتر من طالب الثانوي. يبقى إحنا مفيش قدامنا غير إن إحنا نربط تخصصات التعليم الفني والمناهج بمتطلبات التنمية الاقتصادية للمجتمع، عشان حتى نصلح التشوهات اللي ظهرت في 40 سنة اللي فاتت. عندي اقتراح والله هفضل اقوله كل يوم مش هزهق. ليه ما ندمجش التعليم الفني مع التعليم العام؟ ليه الطالب المصري في اولى ثانوي ما ياخدش حصه كهرباء وحصه سباكه ويتخصص في فني تكييفات في حاجه، يطلع ثانويه عامه والله لو ما جابش مجموع كليه يبقى معاه صنعه تاكله الشهد. ليه؟ ممكن وزير التعليم، انا رايح لنائب الوزير للتعليم الفني اساله هذا السؤال قريب قوي، ومش هسكت غير لما الاقي له اجابه. لازم تتغير نظره المجتمع للناس دول. لازم نحط تخصصات اقسام جديده تمشي مع التطورات والتقنيات الحديثه. المؤسسات والشركات هي كمان لازم تساعدنا في التدريب العملي، تفتح ابوابها لتدريب الطلبه دول. الطلبه دول ما يقعدوش في مدارس، الطلبه دول يروحوا مصانع، نربطهم بالمصانع. تعال يا عم انت عندك حد واتنين في المدرسه، ثلاث اربع خميس في المصنع، ويبقى التدريب جوه المصانع دي هو اللي بياخدوا عليه المجموع. الطالب بعد كده يختبر بقى ويثبت كفاءته، ياخد بقى هامش ربح ويكسب كمان، ما هو مشغل المصنع، يبقى كده بيشتغل وبيدرس في نفس الوقت. كل التوصيات دي ممكن نسميها جزء من روشتة لإنقاذ التعليم الفني وتنمية الاقتصاد المجتمعي، ولكن برضو نجاحها متوقف على اتجاه الدولة، وده اللي يخلينا متفائلين ان منظومة التعليم في مصر ممكن تتغير. المراحل اللي احنا شغالين فيها حاليا ان احنا نوظف البنات، يعني احنا السنة اللي فاتت وظفنا 76 طالبة بالفعل يتعينوا في المصانع وتأمن عليهم بالفعل، ده من خلال التعامل مع المصانع. يعني احنا رحنا زرنا المصانع ديت بالطلبة وقلنا لهم الطلبة موجودة اهيت، هم فعلا استجابوا وتعين 76. السنة دي بإذن الله احنا على اتصال بحوالي 7-8 شركات، وبإذن الله يعني مصنع أولمبيك والاتصالات. السنة اللي فاتت كان في طلبة راحت اتدربت في الاتصالات، الطلبة اللي موجودين دول كلهم
كانوا في شركات الاتصالات اتدربوا، وباذن الله هيتصلوا علينا بحيث ان احنا السنه كان 76، السنه دي يبقى 176 طالبه باذن الله هيتعينوا بالفعل. مشكلتنا ان كل مصر عايزه اولادها يطلعوا مهندسين ودكاتره وظباط وقضاء. طب يعني نفسي افهم، انتوا مش واخدين بالكم ان الهرم مقلوب؟ لما الدكتور بياخد 1000 جنيه في الشهر والسباك او اي عامل حرفي بيعملهم في 3 4 ايام، مش دي حاجه تلفت نظرنا؟ يا رب نظرنا يبص بقى للحاجات دي، وكفايه نحكي في المحكي زي ما بيقولوها بالبلدي كده ونقعد البطاله مش... والله العظيم لا حل لنا الا التعليم الفني. طلعونا فاصل.